صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. وجاء في التعميم أنه بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم تعطل جميع الوزارات والأجهزة الحكومية في المملكة وهيئتها ومؤسساتها العامة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين للسادس عشر والسابع عشر من شهر ديسمبر 2024.